حركة تنعاد إذا بدأوا بتعمير المستشفيات، المجمع مال المستشفيات. عندنا هنا مجموعة مستشفيات، مستشفى كانت الجمهوري والعامة والمال ولادة مال بتول، ومستشفى الأورام، عدة مستشفيات هنا، مجمع مال المستشفيات. إذا فتح هذا الباب ما راح تصير حركة؟ إي طبعا، هذه على الأقل هذني محلات شان كلها مستلزمات ومختبرات، عيادات طبيه، صيدليات. اي طبعا احنا دائما يجينا من هنا، اي يجونا هنا دائما مراجعين، يعني شو اسمه للمستشفى، نوبات يفوتوهم نوبات ما يفوتوهم. المفروض انه يفتح هذا الباب. اي اذا يفوتوهم على الاقل قريبين، يصير قريب على المنطقه القديمه، يعني من هنا يفوت قريب عليه شو اسمه. نوبات يفوتوهم اذا حرمه كبيره، رجال كبير يفوتون نوبات في المركز. مثل ذاك الباب الثاني. السيارات ما هي هاي هل انقاذ هذه؟ هذه انقاذ شو اسمه؟ دور الباب هذا اذا انفتح ما راح يساهم بالحركه هنا؟ بلا يساهم ويعمل يعني طريق كله. ماكو محلات ولا اكو شغل ولا اكو كل شيء. العلم خدمات موجوده. خدمات موجوده، كل شيء موجود. ايش ناقصها؟ بس ناقصها تفتح هذا الباب على المستشفى ويصير تمشي الشغل. فتحة الباب راح يكون له دور. دور كبير 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 كبير، يعني سأل أكثر شيء على الشارع العام، ما حد يجي لي جاي. ما أجي على الدوام أشوف الناس تمشي على الشارع. يعني لو هاي فرع مفتوحة، محلات تفتح مثلا فرن ما فرن، صمون ما صمون، شوارع ما طبلت موجودة، والأسفة موجودة ما شاء الله، صبغوها كملوها يعني كامل ما شاء الله، يعني أعمار أكو بس أشنو الحركة قليلة قليلة يعني. يعني مرتبطة أكثر شيء على الباب، يعني تفتح الباب يعني يجي الحركه يزيد، ومطاعم تفتح مثلا الفرن ما فرن، اللي عنده بيت يعمر يعني.